السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بتكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. اليوم أكلتنا اللي هي مدمسة عدس أو عدس حب. طبعا هاي 3 كاسات مغسولين ومنظفين، اللي هو العدس، قرنين شطة، معلقة ملح، شطة ناشفة طبعا، هذا اللي هو جرادة، معلقة كبيرة، معلقة كمون، هذا حمض الليمون، نص معلقة كربون. الكربون حكينا عشان ايش؟ مع الغلي تذوب العدس، بدل ما يقعد ساعتين بقعد ساعة الا ربع تقريبا. وهذا زيت طبيخ طبعا. الطحينة كان عندي بيجي تقريبا 3 معالق في المرتبان، حطيت على نقطة مية، خضيت عشان تكون ملزقة في المرتبان تحت، ودرتها فوقهم تمام. ومية قد ما تحط حتنشف، لأنه حظل تغلي تقريبا ساعة على النار، مش بالساعة، بطول العدس لما يستوي، ما كانش مستوي 100% مزاك تمام. هي جاهزة وبدنا نركبها على النار. بنشكر كل الشكر، كل التحية للناس اللي دعمتنا بميزة شكرا، واللي شاركت في التعليقات، شاركت الفيديو، واللي اشتركت في القناة، وأهلا وسهلا بالجميع. هي صارت جاهزة، ركبناها على النار. وهي تقريبا جهزت هيك، تقريبا قعدت ساعة وربع على النار، بس ايش دايبة دوب، اسمها مدمسة يعني زي مدمسة الفول، دايبة دوب. طبعا اذا بتحب تجمدوها، بس هي هيك انسب اشي طبعا، لانه انا بخليها تضل تغلي، لما اشوف المية نشفت عنها خلاص بقول استوت. ما تنسوا تدعمونا بميزة شكرا، واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة، وتشاركونا الفيديو، وكتروا من التعليقات، وكتروا من الصلاة على النبي، وألف صحتين وعافية على قلوبكم وعقلوب الجميع يا رب. وهذا طبعا بتعشق البصل والجرجير او البصل الاخضر، بس ما فيش عندنا في السوق، ان شاء الله ربنا بهد البال وبنجيبه. طبعا لازم حمود اللي يذوق في الاول، واكيد الين طبعا، بعدين احنا بنفكر ندوب، ما نقدرش نستأجر، نخاف من حمود. ما تنسوا تدعمونا بميزة شكرا، وألف صحة وعافية.